الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين. سنوجه الشكر للسيد المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الطرح ديالو لهذا السؤال. كما قلتي، ولوج المناصب العليا مؤطر بأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 2/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم التطبيقي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول ديالها في الشأن في مجلس الحكومة لكي يحثوا على احترام مبادئ المساواة، تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة. في هذا السياق، دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتوصيات ديالها المتعلقة بالأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد على التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا على المستويين الوطني والمحلي، والرفع من جاذبية هذه الوظيفة وتحديد وانتقاء خزان للكفاءات المرشحة لتحمل المسؤولية وتتمين خبراتها وقدراتها القيادية. في هذا الإطار، فإن أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا كتسمح باش يتم في إعلانات فتح باب الترشيحات تحديد الشروط المطلوبة، خاصة منها الكفاءة، التجربة المهنية والمؤهلات العلمية حسب طبيعة المنصب المراد شغله وخصوصياته، حيث يتم في هذه الإعلانات توصيف المنصب المفتوح للتباري وطبيعته وخصوصياته، تحديد الشروط اللازم توفرها في المترشحات والمترشحين بناء على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، لا سيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية والخبرة الملائمة لهذا المنصب. فإن كل إعلان يتم في ظل احترام هذه المقتضيات فهو يتماشى مع الدستور والقانون التنظيمي. كما أنه تتكون واحد اللجنة تتكون أعضاء عندهم خبرة وكفاءة هي اللي ستقوم بدراسة الترشيحات وإجراء المقابلات مع المترشحين من أجل انتقاء واقتراح 3 للمترشحين على السلطة الحكومية المعنية. الدور ديال هذه اللجنة هو الحرص على احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومعايير الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية والتجربة المهنية اللي خاص تلائم مع متطلبات ومواصفات المنصب المراد شغله. وفي الأخير، نأكد لكم على أن الحكومة تعطي عناية خاصة لهذه المنظومة التعيين في المناصب العليا لأن عندها أهمية بالغة في قيادة وتنفيذ المشاريع الإصلاحية الكبرى ديال بلادنا.